وجه مجلس محافظة حمص الحرة نداء استغاثة عاجل لجميع المنظمات الإنسانية والطبية من أجل الضغط على النظام بشكل عاجل للسماح بإدخال المواد اللازمة لتشغيل المستشفيات في حي الوعر المحاصر وفي مقدمتها المحروقات التي أوشكت على النفاذ خلال 24 ساعة. وأفاد بيان المجلس بأن حي الوعر يعاني من حصار جزئي يفرضه النظام قارب 3 سنوات وتحول إلى حصار مطبق منذ 6 أشهر، الأمر الذي أدى لانعدام المواد الطبية ومستلزمات تشغيل المستشفيات وعلى رأسها المحروقات في ظل الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن الحي، ما ينذر بكارثة إنسانية حقيقية. للمزيد ينضم إلي ثائر الطحلي وهو صحفي حمصي من عمان عبر الأقمار الصناعية، وأمير عبد القادر رئيس مجلس محافظة حمص الحرة من الوعر، ليس جاهز معنا الآن من الوعر. رح أبدأ معك سيد ثائر الطحلي بداية، يعني إذا كان لديك تفاصيل أكثر عن الوضع. سمعنا بأن الوضع جدا مأساوي الآن في حي الوعر، يعني في نقص كبير بكل شيء. مساء الخير اول شيء ولكل الساده المشاهدين. يعني بالتاكيد حي الوعر عم يعاني من 3 سنوات من هذا الحصار، حصار قوات النظام وايضا الميليشيات اللي عم بتحاوط حي الوعر من جهه المزرعه ومن اكثر من جهه. هلا يعني اليوم بيطبق حي الوعر 155 يوم من الحصار الكامل، يعني تم حصار حي الوعر 155 يوم ما في نهائيا اي شيء. فرق الدفاع المدني حقيقه يعني اللي كانت تقوم بواجبه بالفتره الماضيه، هلا وبعد انقطاع المحروقات وبعد نفاذ المحروقات بشكل نهائي ما عاد تقدر تعمل شيء. حي الوعر في 1500 حالة طبية بحاجة لعناية صحية شاملة كأمراض السرطان وكأمراض الكلى أيضا، طبعا فضلا عن عشرات يعني الأطفال يلي بحاجة لحاضنات. هدول الأطفال هن يعني في حال انقطعت الكهرباء عنهم بالمشفى هم بالتأكيد رح يموتوا. كمان المحروقات هي يعني آلية، يعني هي الشيء اللي بيخلي آليات الدفاع المدني انها تشتغل بحي الوعر. آليات الدفاع المدني هي قديمة حقيقة، يعني هي آليات كانت بحي الوعر، النظام ما سمح انه يفوت اي شيء جديد. وبالمقابل ايضا قوات النظام اللي عم تحاصر حي الوعر ما زالت عم تقنص وعم تضرب ايضا المدنيين يلي بحي الوعر. يعني اليوم انا وصلتني معلومات انه في عملية، يعني في قناص ضارب احد الاشخاص بحي الوعر، في عملية صار لها عم تتأجل 4 أيام بسبب موضوع الكهرباء، وهو شخص حاليا مصاب. وفي عملية أيضا لولادة أحد النساء أيضا عم يحاولوا يأجلوها بسبب انقطاع الكهرباء. نعم. الكهرباء صار لليوم بتدخل يوم السادس بدون أي لحظة كهرباء، بدون أي دقيقة كهرباء، وهي كانت سابقا من حوالي 3 شهور يوميا تجي 4 ساعات، ساعتين صباحا وساعتين مساء قبل حلول الظلام. يعني النظام ما كان يجيب الكهرباء بالليل، كانت تجي قبل الساعة 7 ساعتين، وأيضا صباحا كانت تجي ساعتين لحرمان المدنيين والحماص بحي الوعر من أي يعني طيب من أي ضيق. هو كان بالفترة الماضية تم الحديث دائما عن أنه مشروع مفاوضات عم تجري وكانت برعاية الأمم المتحدة من أجل فك الحصار عن حي الوعر. وهون اسمح لي روح للوعر مباشرة مع أمير عبد القادر رئيس مجلس محافظة حمص الحرة من هناك. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمير، يعني المفاوضات اللي كانت عم تجري وين صارت، وشو الأكثر شيء أنتم بحاجة له، وشو ممكن يساعدكم الآن بالتخفيف من هالمعاناة؟ أهلا وسهلا فيكم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وبعد، رغم ما نحن فيه من شدة وكرب، أغتنم هذه المناسبة لأتوجه إلى أهلنا في حلب وباسم أهل محافظة حمص لنقول مبارك عليكم ولكم هذه الانتصارات العظيمة على جيوش الإجرام. ونحن على أمل أن نعيش في حمص لحظات انتصار كما عاشها أهلنا في حلب. وفي العودة إلى موضوع حي الوعر ومفاوضات حي الوعر، نقول في الماضي حصلت بعض المحاولات للتهدئة وليس إلى هدنة أو مفاوضات. هذه التهدئة فرضتها الظروف والحاجات الإنسانية الكبيرة في حي الوعر بظل كثافة سكانية كبيرة. فحي الوعر حي مدني بامتياز، يبلغ عدد سكانه المدنيين حوالي 8300. 3 سنوات ونصف من الحصار نعم مارسه النظام على هذا الحي،
و155 يوم من الحصار المطبق، من الحصار المطبق، حيث لا خبز لا كهرباء، كانت تأتي جزئيا واليوم مقطوعة بشكل كامل، يمنع عن الحي أبسط مقومات الحياة. في ظل هذه الكثافة السكانية الكبيرة الحاجات تكون أكبر من أن تلبى. اليوم نعاني من مشكلة المحروقات وتأمينها للمشافي. الملف الطبي يحتاج إلى مستلزمات لكي يستمر إمداده به، والنظام يمارس يوميا حملة قصف وقنص على الحي، فيوميا هناك لا يقل عن 5 إلى 10 حالات من القنص أو الإصابات نتيجة القصف والقنص. هؤلاء كلهم مشاريع قتلى وشهداء على أيدي النظام في حال عدم تأمين. نعم. في طيب. حال عدم تأمين متطلبات العلاج لهم. طيب رح أسألك أكثر، رح أسألك أكثر أستاذ أمير عبد القادر عن يعني كيف عم بتقوموا بأعمال الإغاثة بالنسبة للمصابين. عم حكى لي ضيفي ثائر الطحلي بأنه 1500 حالة طبية بحاجة لعلاج سريع، ولكن اسمح لي وأيضا مشاهدينا نتابع تقرير عن ظروف العمل الصعبة اللي عم يمر فيها الدفاع المدني في حي الوعر. نتابع. شهداء وجرحى والكثير من الدمار في مشاهد باتت متكررة في سوريا، إلا أنها في المناطق المحاصرة أكثر إيلاما. حي الوعر الحمصي المحاصر منذ ما يقارب 3 سنوات يعمل فريق الدفاع المدني فيه في ظروف قد تكون أصعب من المناطق الأخرى. تزايدت المسؤوليات ونقصت المعدات والآليات، ما دعا أبو عمر رئيس فريق الدفاع المدني في الوعر لدق ناقوس الخطر. نحن هون حي الوعر بنقول ونوجه رسائل انه نحن اخذنا مرحله كثير كثير صعبه، ممكن بالايام اللي جاي ما عاد نقدر نحرك سياراتنا، ما عاد نقدر نلبي كل الاستجابات، ما عاد نقدر نلبي كل الطلبات من الاهالي. نحن كمان ما بس بنقول بنشتغل وقت مجازر، بنشتغل وقت بيكون في طلق ناري، بنشتغل وقت بيكون في ولادات، بنشتغل وقت بده يكون في نقل حالات ضروريه لمشفى جلطه او شيء مهم. نحن إذا بضل هيك الحصار نحن نوقف كثير من أعمالنا. لكن ما يزال أعضاء الفريق مؤمنون بقضيتهم الإنسانية ويمارسون تدريباتهم اليومية مصرين على الاستمرار، بالإضافة لتشكيل فريق نسائي تابع للدفاع المدني متعدد المهام. نحن كفريق دفاع مدني نسائي بحي الوعر المحاصر نقوم بعملنا، وهو انتشال جثث النساء طبعا والأطفال من تحت الأنقاض، والمساعدة في مثلا التطبيب أو الإسعافات الأولية. وأنا كسيدي أقوم في بعض الحالات توليد النساء داخل منازلهم، والحمد لله رب العالمين عم نتساعد بجميع الإسعافات. لم يعد عمل أصحاب القبعات البيض يقتصر على المهام المعروفة، بل تجاوزها ليكون في مساعدة الأهالي في مختلف مناحي الحياة حتى في دفن شهدائهم. لأورينت نيوز محمد الحمصي، الوعر. إذا ظروف صعبة جدا يعيشها حي الوعر في حمص. ثائر، يعني المفاوضات وين صارت؟ كان في تدخل على أساس من قبل مكتب دمستورا، وكانوا عم يحكوا في أنه مفاوضات بهذا الموضوع على أساس يفكوا الحصار عن حي الوعر ولو بشكل جزئي، إذا كان لديك تفاصيل. المفاوضات توقفت يعني من شهر آذار من هذا العام، في الشهر الثالث توقفت المفاوضات بعد رفض النظام انه يقدم اي خلينا نقول اي فك معتقل او حتى بيان حالي، يعني ما رضي حتى يقول ما قبل النظام انه يحكي وين المعتقلين اللي عنده. 7365 معتقل تم تقديمهم الى النظام قبل شهر آذار. المفروض هي كانت المرحله الثالثه من المفاوضات. النظام
ما قدم شيء، النظام ضل ماطل بقيماته. طبعا تعامل النظام هو يعني بده يرجعنا لتعامل المجتمع الدولي مع حي الوعر بشكل خاص ومع مع مع سوريا بشكل عام، يعني مع الثوره السوريه بشكل عام. المجتمع الدولي عم يحاول اداره الازمه في حي الوعر، ما عم يسعى لحلها. اداره الازمه بتكون بادخال المساعدات بمفاوضات هاي السنه، مفاوضات السنه اللي قبل، مفاوضات السنه اللي بعد. بهاي الطريقة هو عم يدير الأزمة بحي الوعر، ما عم يحاول طيب يحل الأزمة بحي الوعر. يعني هدول الناس اللي عايشين بحي الوعر بالتأكيد طبعا هو في إهمال لكل سوريا بالمجمل يعني، بس بنسمع في بتصير ضجة إعلامية طبعا. تصريحات من منظمات معينة عن حصار مناطق معينة، مثلا بيحكوا عن الزبداني، بيحكوا عن دارية وإلى آخره. حي الوعر ليش في تعتيم على الحصار اللي هن عايشين فيه الأهالي؟ لو ما في تعتيم، ولكن صوتهم منخفض لأهالي حي الوعر بسبب انعزالهم عن العالم، بسبب عدم وجود كهرباء، عدم وجود شبكة انترنت، عدم وجود يعني طرق للحياة، ولذلك هم معزولين عن العالم بهاي الطريقة، ولذلك هم ما عم يكونوا جدا على الإعلام. مجلس محافظة حمص وأكثر من 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 شبكة إعلامية موجودة بحمص، المراسلين، الناشطين، طبعا بنقدم لهم تحية كبيرة، الناشطين الموجودين بحي الوعر ما عم يقصروا، عم يقدموا قدر الإمكان. ولكن نحن الإهمال من المنظمات الأممية شو سببه؟ يعني ليش ما رجعوا وعاودوا مرة أخرى بالمفاوضات؟ هلا هو خلينا نحكي ما اهمال، يعني اذا بدنا نحكي فيها يعني منطقيا، هي بسبب يعني السماح للنظام بالتغيير الديموغرافي. النظام يحاول التغيير الديموغرافي لحي الوعر واكثر من وسيله اعلاميه، وكثير ناس حكت عن هذا الموضوع، تخوفات من تهجير اهالي حي الوعر. النظام عم يحاول هيك يعني، مع انه المجتمع الدولي شايف شو عم يصير. 14 حي بحمص المحاصره تهجروا اهلهم، ال 14 حي تدمروا تماما، وحاليا عم يصير بحي الوعر نفس الشيء تماما يلي صار بهدول 14 حي. فالتهجير الديموغرافي اللي عم يسعى النظام انه يعمله المجتمع الدولي، يعني خلينا نقول يغض الطرف عما يفعله النظام، يغض الطرف عن القناصين عم يقصوا، يغض الطرف عن أزمة الخبز، عن أزمة الكهرباء، الآن عن أزمة المحروقات، بسبب السماح للنظام بتمرير هاي الخطة اللي هي التغيير الديموغرافي بمدينة حمص بشكل خاص. أستاذ أمير عبد القادر، واضح أنه في ثمن الآن يريده النظام، هل في يعني هي في مؤشرات كثير، بس يعني هل في طلبات واضحة بطلب من النظام مثلا بأنه لازم تطلعوا من حي الوعر، هذا هو الحل الوحيد؟ المطلب الرئيسي للنظام هو إخراج وتفريق حي الوعر من ساكنيه. المطلب الرئيسي إفراغ حي الوعر من ساكنيه، ولكن هذا المطلب يجابه ويواجه برفض المجتمع المدني بشكل مطلق. نحن أبناء حمص عشنا وسنبقى على هذه الأرض، ولن نغادر هذه الأرض مهما مورس علينا من ضغوط. طيب نحن المقاتلين واعينا جدا، ما في يعني مقاتلين مثلا بيقدروا انهم يقوموا باي دور تجاه فك الحصار ولو بشكل جزئي عن حي الوعر؟ موجود مقاتلين في حي الوعر، هم جميعا من ابناء الحي، حملوا السلاح للدفاع عن اعراضهم. لا ننكر أن المقاتلين في حي الوعر مستعدين، ولكن ضمن المعطيات الحالية من الأفضل الإبقاء على مدنية الحي نظرا لكثافة السكانية الكبيرة. نعم، شكرا أمير عبد القادر رئيس مجلس محافظة حمص الحرة من حي الوعر مباشرة، وأشكر أيضا من عمان ثائر الطحلي كاتب صحفي على هذه المشاركة. بعد الفاصل من قلب فلسطين، كيف تابع أهلها انتصارات حلب؟